النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. يعني كل الناس اللي عندهم فضول يعرفوا مدى دفء الأجواء القادمة خلال هذا الأسبوع اللي احنا فيه. معنا محمد حرير عشان يحكي لنا أكثر عن النشرة الأسبوعية والأجواء خلال هذا الأسبوع. صباح الخير مرة ثانية محمد. صباح النور أسامة، مرة ثانية لك لجميع الإخوة المشاهدين. الله يسعدك محمد. يعني بدنا هيك نتعرف مع بعض، كنا عم نحكي عن طقس اليوم، عم نحكي عن طقس راح يبلش يعني الناس يحسوا بانه اجواء دافئه على الرغم من الحراره. اليوم الحراره راح تكون 16 بعمان. الاسبوع القادم سمعت انه في درجات حراره ممكن نحكي عنها صيفيه نوعا ما. تفضل محمد. خليني أحكي لك أسامة. صباح الخير لك مرة أخرى، صباح الخير لجميع الإخوة المشاهدين. مجدداً النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع رح نستعرض فيها أهم الأحوال الجوية والتوقعات الجوية يوم بيوم. كما تحدثنا نهار هذا اليوم هناك ارتفاع إجمالاً على درجات حرارة بالمقارنة ما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي. درجات حرارة اليوم أقل من يوم أمس بقليل، لكن لا يوجد فروقات حرارية كبيرة ما بين يوم أمس واليوم. الأجواء تقريبا تكون مشمسة في كافة ومختلف مناطق المملكة. درجات الحرارة تتراوح مثلا في العاصمة من 16 إلى 7 درجات، 17 إلى 9 في إربد، تقريبا في جبال الشرام من 14 إلى 7، في معان 21 إلى 8، ترتفع في العقبة إلى بين 25 إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 15 درجة مئوية، تكون في شرق المملكة من 23 إلى 7 درجات. كما نلاحظ الأجواء مشمسة إجمالا ومستقرة في معظم ومختلف مناطق المملكة. إذا انتقلنا ليوم الاثنين نجد أن الأجواء تكون يعني هناك تراجع آخر متوقع درجات حرارة، حيث تصبح غدا يوم الاثنين أجواء يعني أو درجات حرارة حول معدلاتها المعتادة. يميل الطقس حقيقة غدا للبرودة، الطقس غدا سيكون بارد نسبي بشكل عام في مناطق عدة، لكن يميل الطقس الدفئ في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. ترتفع في العاصمة عمان إلى 14 درجة مئوية في ساعات النهار يوم الاثنين والصغرى 8 درجات، 15 إلى 9 في المناطق الشمالية في إربد، 13 إلى 7 في جبال الشرار، 19 إلى 8 في معان، 25 إلى 16 درجة مئوية في العقبة والبادية الشرقية من 20 إلى 6 درجات مئوية. والأجواء كما نلحظ هي مستقرة، ظهور لبعض السحب والغيوم لكن تميل للبرودة يوم الاثنين على وجه التحديد. يوم الثلاثاء يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحارة، يتوقع أن تتجاوز بها درجات حرارة المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، تصل مثلا في العاصمة إلى 18 درجة مئوية في ساعات النهار، 18 حتى في إربد، 19 في جبال الشراء، 24 درجة مئوية في معان. نلاحظ في العقبة تصل درجة حرارة إلى حوالي 29 درجة مئوية يوم الثلاثاء، والدرجات حتصبح مرتفعة هناك، و21 درجة مئوية في البادية الشرقية. أما اعتبارا من ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، يتوقع أن يتزايد تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني. هذا المنخفض الجوي الخماسيني هو المنخفض الجوي الخماسيني الأول لهذا العام، وهو مبكر من وقته الطبيعي. الوقت الطبيعي لهذه المنخفضات الخماسينية يبدأ نشاطها يبدأ في الجزء الأخير من شهر أذار مارس هذا العام. كما تحدثنا في النشرة الشهرية مسبقا بأنه نتوقع منخفضات جوية خماسينية مبكرة تفرض طابع الطقس بشكل عام خلال هذا الشهر. تقريبا ما سيحدث الآن، سنستعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة، يتوقع أن يتكرر مرارا خلال هذا الشهر بنفس النمط. طبعا المنخفض الجوي الخماسيني لماذا يسمى خماسيني؟ هو المنخفض الجوي الذي يسلك مسار تقريبا محاذي إلى السواحل الشمالية للقارة الإفريقية، تقريبا فوق ليبيا ثم ينتقل إلى مصر ثم ينتقل إلى الأردن، وبالعادة يكون في مقدمة هذه المنخفضات الجوية الخماسينية ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة وأجواء مغبرة ونشاط لافت في سرعة الرياح التي تكون أحيانا مغبرة بشكل لافت والتي تسمى أصلا الرياح الخماسين. ويلي هذه الأحوال الجوية انخفاضات ملموسة وحادة وسريعة على درجات حارة وعودة أحيانا للأجواء الشتوية الباردة المطرة. إذا يتزايد تأثر المملكة بهذه أو بهذا المنخفض الجوي الخماسيني مع ساعات ليلة الثلاثاء الأربعاء، ولذلك نجد أن درجات الحارة الصغرى
يوم الثلاثاء ليلة الثلاثاء الأربعاء مرتفعة بشكل لافت، فمثلا تنخفض درجة الحرارة في العاصمة عمان ليلة الثلاثاء الأربعاء إلى 14 درجة مئوية، وهي مساوية لما ستسجل عليه درجة الحرارة نهار يوم الاثنين. يعني ليلة الثلاثاء الأربعاء في ساعات الليل أقل حرارة هي تساوي أعلى حرارة تسجل يوم الاثنين، وبالتالي سنشهد دفء نسبي في درجات حرارة ليلية ليلة الثلاثاء الأربعاء في إربة 15 درجة مئوية في ساعات الليل، 12 درجة مئوية في ساعات الليل في جبال الشراء، 12 درجة مئوية في مناطق البادية الجنوبية. ليلة الثلاثاء الأربعاء في العقبة 20 درجة مئوية مثلا، وفي البادية الشرقية 13 درجة مئوية. يتزايد ويفرض سيطرته هذا منخفض الجو الخماسيني يوم الأربعاء. يوم الأربعاء تسود المملكة ما يسمى بالأحوال الجوية الخماسينية التي تتمثل بارتفاع ملموس على درجات الحرارة، أجواء مغبرة خماسينية، درجات الحرارة كما ذكرنا أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام بدرجات كثيرة، والأجواء أيضا تميل للدفء في مناطق مختلفة من المملكة، بل وتكون حارة نسبيا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. الأحوال الجوية الخماسينية تتمثل بأن الطقس يكون أدفأ من المعتاد، مغبر، رياح نشطة. كما نلاحظ أنه في مناطق مختلفة من المملكة الأجواء تكون مغبرة للغاية كما تلاحظون. درجة حرارة في العاصمة عمان 23 درجة مئوية في ساعات النهار، 25 درجة مئوية في إربد، 25 درجة مئوية في جبال الشراء، و27 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 33 درجة مئوية في خليج العقبة. الأجواء تتجاوز بها درجة حرارة 30 درجة مئوية، وفي المنطقة الشرقية 29 درجة مئوية. تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، وهي من إحدى الأمور التي تترافق أحياناً مع الأحوال الجوية الخماسينية، ويحتمل في ذلك الوقت أن تهطل زخات محلية طينية من الأمطار تكون خفيفة الشدة، لكنها تتميز بأنها ستكون زخات أو الأمطار تكون مليئة بالرمال والأتربة، وبالتالي تنزل تهبط وتنزل شكل زخات طينية. يتراجع تدريجياً تأثير هذا منخفض الجو الخماسيني، أو بالأحرى يبدأ دخول الهواء البارد لهذا منخفض الجو الخماسيني في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على الخميس. لذلك نجد أن درجات الحارة الصغرى ليلة الأربعاء الخميس أقل من الثلاثاء على الأربعاء، فتكون في العاصمة عمان 11 درجة مئوية، تكون 14 في إربد، 10 في جبال الشراء، 12 في البادية الجنوبية، 20 درجة مئوية في العقبة، و13 درجة مئوية في ساعات الليل في البادية الشرقية. أما يوم الخميس فيتزايد تأثر المملكة بالجزء البارد من هذا المنخفض الجوي الخماسيني، الذي بالمناسبة سيصنف في ذلك الوقت إن احتاج الأمر وإن ترافق بظواهر جوية قوية تتبع الرياح الخماسين، سيتم تصنيفه هنا في مركز طقس العرب. وبشكل عام انخفاض حاد على درجات الحرارة، نتكلم عن فرق حراري بواقع 10 درجات مئوية في أقل من 24 ساعة. 14 درجة مئوية تقريبا في العاصمة عمان بعدما تسجل تقريبا بين 23 إلى 25، وبالتالي سيكون انقلاب حاد في الأجواء، رياح نشطة، أجواء تبقى مغبرة بالرغم من الانخفاض على درجات الحرارة. 16 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 13 في جبال الشراء، 16 في البادية الجنوبية. حتى في العقبة نلاحظ تراجع درجة الحرارة من 33 مئوية يوم الأربعاء إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار فقط، وأيضا تكون 21 درجة مئوية في البادية الشرقية. نشاط كبير في سرعة الرياح، رياح نشطة للغاية يوم الخميس. أجواء مغبرة تبقى في المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة، مع توقعات بتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت في الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة بشكل عام. كما أن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس على الجمعة ستشهد المزيد والمزيد من الانخفاضات المتتالية، وتعود بها الأجواء الباردة الشتوية في ساعات الليل، لتهبط الصغرى في العاصمة إلى 7 درجات مئوية فقط، تكون 9 درجات في البادية، عفوا في المنطقة الشمالية، 4 درجات مئوية في جبال الشراء، 4 درجات مئوية في البادية الجنوبية، 13 درجة مئوية في منطقة العقبة، و5 درجات مئوية في البادية الشرقية. ويتوقع حسب آخر قراءات الخرائط الجوية استمرار تدفق الهواء البارد إلى المنطقة يوم الجمعة، مما سيسمح بمشيئة الله تعالى بحدود فرص لهطول الأمطار يوم الجمعة. كما نلاحظ المزيد من التراجع في درجات الحرارة، 11 درجة مئوية فقط العظمى يوم الجمعة بعدما سجلت 23 يوم الأربعاء، تراجعت إلى 14 يوم الخميس، و11 درجة مئوية يوم الجمعة، مع فرص لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى في المنطقتين الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية. تكون 11 درجة مئوية في ساعات النهار يوم الجمعة، 5 درجات مئوية في ساعات الليل، تغير تام على الأجواء وانقلابات حرية كبيرة. 13 إلى 7 في المناطق الشمالية، 9 إلى 5 في جبال الشراء،
تكون 14 إلى 4 في البادية الجنوبية مع نشاط كبير في سرعة الرياح واستمرار الأجواء المغبرة في مناطق البادية، 22 إلى 13 في العقبة، حتى في العقبة تميل الأجواء للبرودة، تكون درجات الحرارة في نهاية الأسبوع المقبل ربما أقل مما عليه الحال الآن في بدايات هذا الأسبوع، وتكون في البادية الشرقية من 16 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا حوالي 6 درجات مئوية، ويوجد فرص لهطول الأمطار في منطقتين الشمالية والوسطى كما ذكرنا وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية. ذات النمط من الأجواء تقريبا ما شاهدناه من ارتفاعات تبدأ من يوم الثلاثاء مساء ويوم الأربعاء تصل إلى درجات حرارة مرتفعة، ومن ثم تراجع كبير وانقلاب حاد في الأجواء يومي الخميس والجمعة. هذا هي تقريبا ملخص ما يعني المنخفض الجوي الخماسيني الذي يشتهر به منطقتنا العربية وتسمى بالرياح الخماسين، وهو جزء من مناخ المملكة الأردنية الهاشمية. يتوقع أن يتكرر هذا الأمر وهذا النمط بشكل متكرر خلال هذا الشهر، حيث نتوقع هنا في طقس العرب أن تنشط رياح الخماسين أكثر مما هو معتاد عليه في السنوات الماضية خلال هذا العام، والعديد والعديد من المنخفضات الخماسينية منتظرة في المملكة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة بالنسبة لهذا الأسبوع الذي نسأل الله أن يجعله أسبوع خير وبركة عليكم جميعا. أعود إليك أسامة. يعني يا رب محمد، الله يجيب اللي فيه الخير دائما، ولكن احنا عم نحكي بالتحديد كمان محمد يوم الأربعاء حرارة، يعني درجات حرارة مرتفعة قياسية بالنسبة لشهر ثلاثة. احنا عم نحكي على أكثر من 30 في العقبة بالتحديد، يعني احنا عم نحكي عن أجواء صيفية بحتة، ممكن كمان نلمس هاي الأجواء الصيفية بعمان. فهون أنا كمان وجب نحذر من تقلب الأجواء الحاد، يعني احنا عم نحكي حتى الفرق ما بين الأربعاء نهارا وليلة الأربعاء على الخميس برضو أتوقع في فرق كبير كمان بدرجات الحرارة محمد. فهذا وجب التحذير بأنه يا أخوان ما ننغر بالأجواء. برضو كمان خلي شوي الواحد ضل معه جاكيت بسيارته، جاكيت ببيته، خصوصا الناس اللي بالليل أو بستقيب الشمس بتطلع بتمارس نشاطاتها. يمكن ساعات التنقل مساء محدودة، خلاص احنا عم نحكي للساعة 10، ولكن برضو كمان بلزم يكون في جاكيت، ونحذر دائما من تقلب الأجواء هاي، وخصوصا برضو عم نحكي احنا عن يوم الجمعة وعم نحكي عن يوم الخميس كمان محمد. صحيح. يعني كتوصيات أسامة بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، ربما من أهم التوصيات هو ضرورة الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار والتلوث في الأجواء. نعم. يومي الثلاثاء والأربعاء أو يومي الأربعاء والخميس على وجه التحديد، خاصة يعني لمرضى الجهاز التنفسي والعيون أو حتى لمرضانا مرضى كورونا، لأنه طبعا نحن نعرف أنه مرضى كوفيد 19 أو كورونا يؤثر على الجهاز التنفسي، ضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج إلى الخارج طبعا بطبيعة الحال، سواء المرضى الجهاز التنفسي للربو للعيون أو حتى لمرضى الإنفلونزا أو حتى كورونا، نظرا لتوقع ارتفاع نسب الغبار بشكل لافت في الأجواء يوم الأربعاء، بالرغم من ارتفاع درجات حرارة والأجواء التي قد نشعر أنها جميلة من ناحية درجات حرارة في بدايات النهار، لكن يعكر صفو هذه الأجواء وجود الغبار في وقت لاحق من نهار الأربعاء. أيضا توصيتنا في حالة التنقل في نهاية هذا الأسبوع ما بين المحافظات المملكة بأن هناك توقعات بوجود تدني لافت في مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية حتى يوم الخميس، أيضا خاصة في الطرق الصحراوية الشرقية من المملكة وتلك التي تؤدي إلى العراق. يعني إخواننا السائقين سائقي المركبات الكبيرة والثقيلة، هناك توقعات وتدني كبير لمدى الرؤية الأفقية. توصيتنا الأهم الثالثة هو عدم التخفيف من الملابس والاعتقاد بأن فصل الصيف قد وصل أو فصل الربيع قد وصل. قد نشهد أياما ربيعية لكنها متبوعة في معظم الأوقات بتراجع كبير في درجات الحرارة وعودة للأجواء الشتوية، والتي تتمثل بعودة هطول الأمطار وانخفاضات درجات الحرارة المتتالية، فكما عليه الحال خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الحالي. 100% محمد، يعني أنا بدي أشكرك وأقول لك الله يعطيك العافية. برضو كمان لنا لقاء إن شاء الله يعني بلايف جديد كمان شوي لنحكي أنا وياك، حكينا عن طقس الأسبوع، حكينا عن طقس اليوم، باقي علينا نحكي عن تقرير عن الموسم المطري اللي عم نمر فيه ومرينا فيه يعني. فأنا كمان بطلب من الأخوة المشاهدين نضلوا معنا على موقع طقس العرب وصفحاتنا عبر يعني صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بمركز طقس العرب وموقع طقس العرب. شكرا محمد، الله يعطيك العافية. شوي رح نرجع لك بلايف جديد ونحكي عن الموسم المطري لكل المهتمين بهذا الموضوع. عندي سؤال قوي محضر لك إياه، كثير ناس بسألوه ما له علاقة بالثلج هالمرة، سؤال قوي من نوع آخر، فخليكم معنا مشاهدينا الأعزاء. رح نرجع محمد كمان شوي
ونحكي عن الموسم المطري وعن أسئلة كثير بتخص هذا الموسم المطري. خليكم معنا. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال.